بتاعتي. واسمحوا لي هتكلم عن الابري مرتاز، الدواء الجديد بتاع الشركه، والدواء اللي هو الميرتازابين بتاع الشركه، والدواء ده في بعض الاعضاء. طبعا المحاضره برزنتيشن سبونسر باي بايوكسل، ده الكونفليكت انترست بتاعي في الفتره الاخرانيه. في البدايه عايز اتكلم على الديبريشن ستاتستكس في الفتره دي. هل الديبريشن يعني حاجه بسيطه ولا من الحاجات اللي هي مهمه؟ لو بصينا هنلاقي ان عندنا 350 مليون واحد على مستوى العالم عندهم ديبريشن، وده رقم مش قليل ابدا. ده يمثل تقريبا 5% من الورلد بوبوليشن، رقم فيري بريزنتيف وفيري امبورتنت. 20% من الناس اللي عندهم ميجور ديبريشن ديس اوردر بيجي لهم سايكوتيك سيمتومز، ودي مشكله كبيره طبعا لانها من الحاجات الكبيره. 10-15% من الومنز اللي بيولدوا بيجي لهم بوست بارتم ديبريشن. طبعا كل يوم وكل ثانيه عندنا ناس بتولد، وبالتالي عندنا عدد كبير جدا. لو بصينا على الموضوع ده كمان، في ريليشن قويه جدا ما بين الديبريشن والسويسايد. عندنا تقريبا فوق 800,000 واحد بينتحر في السنه بالسويسايد، 50% منهم بيبقى ريليتد للديبريشن، وديت من الحاجات الخطيره جدا. عندنا كل 40 ثانيه في واحد بيموت نتيجه السويسايد، والديبريشن بيلعب دور كبير جدا، وخاصه في السن بتاع الادوليسنت. اللي احنا في الفتره الاخرانيه لاحظنا ناس كتير جدا من الادوليسنت بينتحروا من السويسايد بشكل كبير جدا. الديبريشن مش بس في دول عن دول، لا تقريبا كل دول العالم فيها ديبريشن. يمكن لو بصينا هتلاقي ان الاستاتستيك بتاعت الديبريشن عاليه في حدود تقريبا من 15-27%، ويمكن بس في بعض الدول بيبقى قليل شويه، الاندر استيميتنج نتيجه قليل في الاستاتستكس. الحته في مصر عندنا الدراسات في مصر وجدت ان عندنا تقريبا 25% من الشعب المصري، او تقريبا ربع الشعب المصري، بيعانوا من اضطرابات نفسيه. الربع ده لو قسمناه وبصينا عليه هنلاقي 44% منهم عندهم انكزايتي ديس اوردر، و 30% عندهم ديبريشن. دي ارقام مهوله وارقام كبيره جدا جدا للديبريشن في الانتشار بتاعه. عارفين ان الديبريشن بيجي في الستات بنسبه تقريبا توايس بتاع الرجاله. انا شايف ان دي خطيره جدا، اي مرض بيجي في الستات اكتر من الرجاله بيبقى خطير، لان الست هي تقريبا مسؤوليه البيت كلها عليها. الست هي اللي بتراعي الاسره، هي اللي بتربي الاولاد، هي استقرارها بينعكس على استقرار الراجل اللي هيشتغل بره. فلو قلت ان نتيجه الضعف في الستات كل ديت، انا ما بعتبرش ان انا ده مريض واحد، لا، انا بعتبر اسره كامله بتتاثر في حاله ان الست بتبدا تتعب بشكل زي كده، وده من المواضيع الخطيره جدا. لو بصينا على البانديميك دلوقتي، والبانديميك اللي كلنا تعرضنا ليه في الفتره الاخرانيه السنه اللي فاتت ديت، لو بصينا على الاستاتستيك هنلاقي ان في الفتره الاخرانيه بالمقارنه في اليونايتد ستيت، بالمقارنه ب 2019 الى 2020، هنلاقي ان نسبه الانكزايتي ديس اوردر زادت تقريبا 20% زياده، كانت 8.2 ل 28% نتيجه البانديميك اللي حصل. الديبريسيف سيمتوم زاد برضه قرب ال 20%، وبالتالي الدبريشن والانكزايتي سيمتوم زادت بشكل كبير جدا في نتيجه السنه اللي فاتت دي، ودي من الحاجات الملحوظه المهمه اللي لازم ناخد بالنا منها في الفتره اللي فاتت. كمان في اليو كي نفس الفكره، كانت 9 من 10 بقت 19.2 من 10، يعني معنى كده ان في زياده في العالم كله، سواء في امريكا في انجلترا، في معدلات الدبريشن في الفتره ديت نتيجه البانديميك اللي احنا فيه دلوقتي. لما اتعمل سيلف كويشنير عشان يقيسوا الاستريس والانكزايتي والكوبنج نتيجه البانديميك اللي احنا فيه ده، وجد ان معظم الدول بقى عندها انكريز بشكل كبير جدا، سواء في الولايات المتحده الامريكيه بنسبه 33% بالريبورتات اللي قبل كده، يعني في نسبه عاليه تقريبا قرب 30%، من 20-30% في العالم كله زياده في معدلات الدبريشن والانكزايتي ديس اوردر في الفتره اللي احنا فيها حاليا. صدقوش شركات الدواء اللي بيقول لك احنا خسرنا السنه دي خالص، لا، كل الشركات يقول لك احنا خسرنا خسرنا خسرنا، ما تصدقوش حد. كل الاستاديز بتقول ان الانتي انكزايتي دراج زادت مبيعاتها بنسبه 34% في السنه اللي احنا فيها دي،
الانتي ديبريسنت زادت بنسبه 18% بالنسبه للسنه دي، والانتي انسوميا او الدراجز اللي بتعمل هيبنوتيك زادت بنسبه 15%، لان فعلا الموضوع زاد والديبريشن زاد، والناس حتى لو ما كانتش بتكشف بتاخد الدواء بتشتريه بنفسها وبتزيد بيها. فالحكايه دي بقت منتشره بشكل كبير جدا. طيب لازم ناخد بالنا برغم كل الزياده دي الا ان احنا ما زلنا عندنا اكتر من 50% من الناس اللي عندهم ديبريشن ما بيتعالجوش، بيباست ان تريتمنت، ان دايجنوز وان تريتمنت، ودي مشكله كبيره جدا لانها بتعمل مشاكل بتاثر على الصحه بشكل كبير جدا. لو بصينا عن الدبريشن بس كده كم مقولة كده عن الدبريشن والناس بتتكلم فيه ايه وشايفينه ايه، الناس اللي هم نون سايكاتريست او بشكل كبير. علاء الاسواني معلش كده كده هو بيقول ان ما ينتشر في مصر حاليا هو ليس تدينا حقيقيا، ولكن هو نوع من الاكتئاب الجماعي باعراض دينيه. ده فكره علاء الاسواني. فرويد كان بيتكلم بيقول قبل ان تقرر انك مصاب بالاكتئاب النفسي والاحباط تاكد انك لم تكن محب الاغبياء. كتير اوقات الاغبياء اللي حوالينا ممكن يكون سبب للاحباط اللي عندنا. الاكتئاب هو حاله العذاب التي تكون بها انت السجين والسجان. دي عالمه نفس استراليه. يقضي معظم الناس اوقات حياتهم ياكلهم القلق على امور لم تحدث. ده مريض. طبعا كتير جدا بنقعد خايفين 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 والموضوع اصلا مش هيحصل اصلا ولا هيتغير. الاكتئاب ليس علامه ضعف بل هو اشاره لمحاولاتك ان تكون قويا لفتره طويله. ومعروف ان الناس اللي بيعيشوا في ستريس لفتره طويله وانكزايتي ممكن بعد ليتر اون يوصلوا للاكتئاب. عمرو صبحي بيتكلم وده من الناس الشباب الشعراء والكتاب بيقول ان تعريف الاكتئاب ان يتوقف الزمان عن الحركه لتعيش انت في السجن الذي لا يراه الاخرين حياه مؤبده. الف شكاف ديت كاتبه تركيه برضه بتتكلم على ان الاكتئاب هو الشعور بالغرق لان اتصالك بالله قد انقطع وقد تركت وحيدا لتطفو في سماء او في الفضاء مانعا اسود مثل رائد الفضاء انفصل عن مركبته وانقطع عن كل ما يربطه الارض. ليو باسكال كاتب امريكي برضه بيتكلم بيقول ان القلق لا يجنبنا الالم الغد الام الغد لكنه من الممكن ان يحرمنا من متعه اليوم. ان احنا فعلا لو احنا من كتر القلق ممكن نخسر حاجات كتير جدا واحنا مش واخدين بالنا. اكبر اخطائنا في حق انفسنا هو القلق والاستسلام للاكتئاب والشعور بالاحباط. جبران خليل جبران بيتكلم بيقول الوجع اصم والحنين اخرس والشوق لا يرى واصدق ما نشعر به اصعب من ان يرى. صلاح شاهين بيتكلم وفي واحده من الحاجات بتاعته التويتات بتاعته بتاع زمان يعني ايام ما كان لسه انا شاب لكن عمري 1000 عام وحيد لكن بين ضلوع زحام خايف لكن خوفي مني انا اخرس لكن قلبي مليان كلام. الاكتئاب مش حاجه جديده يا جماعه والاكتئاب من الحاجات القديمه جدا 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 ويمكن في برديه من البرديات في اثنين برديات من المشهورين جدا برديه إربس بتتكلم عن الامراض النفسيه والامراض العصبيه ووصفت في جزء منها في حاجه في قسم الفصل الرابع بتاعها كتاب القلب وكلمت عن الاكتئاب وقالت ان وصف من الوصفات واحده بتوصف حاله جوزها بتقول لقد رفع ملابسه وركض ولا يدري اين هو. اما الزوجه فمدت يديها تحت ثيابه وقالت يا اخي لا اشعر بالحمى في صدرك ولا اطرافك ولكن الحزن في قلبك. برديه ثانيه بدريه ادوين ودي من البدريات ادوين سميث برضك قالت وصف كده واحد مكتئب يقول انا الموت بالنسبه لي كالصحه للمريض ورائحه الزهر زهرة اللوتس كرغبة الرجل أن يرى داره بعد سنوات من الأسر. دي ناس كلها بتتكلم عن الاكتئاب وشعورهم بالاكتئاب وهم مش سايكاتريست ولكن بيوصفوا حالة الاكتئاب اللي موجودة منذ الأزل حتى الآن. السؤال لو احنا حبينا نعالج بقى الاكتئاب ده اللي هو منتشر بهذا الشكل ومنذ الأزل حتى هذه اللحظة هل احنا عندنا انتي ديبريسنت والانتي ديبريسنت ديت كانوا بيعلموها لنا واحنا لسه صغيرين ايام ما كنا نواب وكده
وفكر يا احمد احمد عيسى احمد عيسى كان من الناس رئيس القسم بتاع بورسعيد كنا مع بعض زمايل وكنا مع بعض كان دايما يقولوا لنا ان مفيش انتي ديبريسنت اقوى من انتي ديبريسنت ولا انتي سايكوتيك اقوى من انتي سايكوتيك كلهم زي بعض الفرق في التشويس كان دايما على السايد افكت بروفايل واحنا بنختار كده المقوله ديت اختلفت في الفترات الاخرانيه مع الابحاث والريسيرش في الفتره الاخرانيه عشان كده السؤال هل في انتي ديبريسنت اقوى من انتي ديبريسنت حد عنده فكرة ايه اقوى انتي ديبريسنت موجود دلوقتي في السوق؟ حد عنده فكرة قبل ما نخش؟ حد ليه رأي؟ الاس ان ار ايز كتير مننا فعلا مقتنع ان الاس ان ار ايز هي اقوى انتي ديبريسنت تمام حد تاني عنده فكرة تانية؟ او واحد تاني؟ في ستاديز كتير وفي هيد تو هيد طبعا في ديفرنت ستاديز بشكل كبير جدا وفي ديفرنت ايفيدنس للعلم ودي موجود طبعا زي ما الدكتور وان بيقول ولكن انت شايف ان هو في بارستين من اقوى الحاجات بورتكستين اللي هو زي بورتكس ده من اقوى الحاجات تمام في حد عنده راي تاني؟ التراي سايكليك مع كومبينيشن مع الاس اس ار اي بتجيب نتائج كويسه جدا تمام طيب في طبعا دي طبعا خبرات طبعا وخبرات واكيوميليتيف علم كبير جدا من ناس من اساتذتنا كلهم كل واحد من قاعدين طبعا قامه وقدر عالي جدا ولا يستقل جدا ابدا من علمه وخبرته لكن لو بصينا على الايفيدنس بيست شويه بشكل اكتر شويه لو بصينا على دية ستادي ميتا اناليسيس كانت معموله في كندا وكانت بتتكلم على كومباريتيف افيكاسي اوف نيو انتي ديبريسنت فور ميجور ديبريشن في كنديان برسبكتيف الستادي ديت اتعملت في سنه 2002 ووجدت ان الميرتازابين هو الموست بوتنت حاجه يعني ممكن ما كانش ناس كتير تاخد بالها تليها الايسيتالوبرام الفيلا فاكسل والسيرترالين ديت بشكل كده طيب لو بصينا بقى على ستادي ثانيه الستادي الثانيه ديت طلعت في 2009 وكانت منشوره في اللانست واللانست من المجلات القويه جدا في العالم طبعا ودي كانت منشوره في 2009 وكانت معموله على كومبارتيف ستادي على الافيكاسي والاكسبتابيلتي من 12 نيو جنريشن اوف انتي ديبريسنت وكانت ميتا اناليسيس واللي عارف طبعا في الايفيدنس بيز عارف يعني ايه ميتا اناليسيس ويعني ايه 12 في مجله زي اللانس ميتا اناليسيس الاستادي ديت كانت العدد بتاعها البارتيسيبانت بتاعتهم 25900 يعني قرب 26000 واحد النتيجه بتاعتها ميرتازابين استالوبرام فيلا فاكسل سيرترالين ار سيجنيفيكانتلي افيكوس اكتر من بعديهم جه الديلوكستين بعد كده جه الفلوكستين بعد كده فلوفاكسامين والباروستين يعني ديت دي الاستادي والريزلت دي في سنه 2018 في لانست نزلت استادي ثانيه لما جيت قالت ان احنا كده دامك عشان نشوف بردك الكومبارتيف ستادي بس المره دي على 21 انتي ديبريسنت مش 12 دخلت فيهم تراي سايكليك كمان عشان تشوف هل هو القصه قصه تراي سايكليك قصه زي ما احنا بنتكلم بنقول اس اس اي ولا اس ان ار وتراي سايكليك ولا لا والنتيجه كانت طبعا على عدد كبير جدا النتيجه طلعت ان اكتر حاجه الموست افكتف الاميتريبتلين تريبتزول بتاعنا ده كان من الحاجات الفيري افكتف وقويه جدا 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 يليها الميرتازابين تاني واحد كان الميرتازابين يليهم الديلوكستين والفيلا فاكسين احنا اعتقد معظمنا شايف ان الديلوكستين فيلا فاكسين باروكستين دول من الحاجات اللي هم فعلا يمكن كلنا اللي قاعدين مجتمعين ان هم فعلا من اقوى الحاجات والاقوى انتي ديبريس بس احنا بننسى الاثنين اللي فوق دول
اللي هم طالعين اقوى كمان مما نتخيل. ودي اكيد ستاتيز في مجلات قويه جدا بشكل قوي جدا لازم يخلينا نفكر شويه في طريقه استخدامنا او في الادويه بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها بشكل كبير. من هنا نقدر نقول ان الابيمرتاز او الميرتازابين بتاعنا ده من الادويه القويه جدا كمونوثيرابي مش بس ككومباينيشن، لان هو كمونوثيرابي من الادويه القويه جدا، وكمان في الكومباينيشن هو من افضل الحاجات اللي بنقدر نستخدمها كومباينيشن وبيدي افكاسي عاليه جدا. الميزه اللي كمان مش واخدين بالنا منها ان الريسبونس والرابيديتي اوف افكت بتحصل تقريبا بعد اسبوع، ودي بالمقارنه بالاس اس ار اي ان هو فعلا بيشتغل اسرع من الاذر اس اس ار اي، والنتيجه بتاعته بتبقى مور رابيد عن الاذر بتاع الاس اس ار اي. طيب ده خلى ايه بقى؟ لو بصينا على الجايد لاينز اللي هي بتتكلم عن الادويه في العالم، لو بصينا على الجايد لاينز هنلاقي الكنديان نتورك بتاع المود والانكزايتي ديس اوردر حطت فيرست لاين منها مجموعه من الادويه، الميرتازابين كان محطوط من الفيرست لاين على اساس ان هو من الادويه القويه، وكمان لما قالت ان هو ليه اتحط فيرست لاين with evidence of severe efficacy against competitor، اتحط فيها الميرتازابين استالوبراب سيرترانين فيلافاكس ديلوكستين. يعني احنا بنتكلم على الادويه دي على انها ادويه قويه جدا من اقواها والميرتازابين. دي جايد لاينز من الحالات القويه جدا. الميكانيزم اوف اكشن بتاع الدراجز كلنا عارفين ان الميكانيزم اوف اكشن بتاع الدراجز الانتي ديبريسنت كان عندنا مالتيبل نيورو ترانسميتر او ثلاثه نيورو ترانسميتر اساسيين اللي هو النورابينفرين والسيرترالين والدوبامين، وفي انتر اكشن ما بينهم ومن بعض، وكمان الافكت في حتت في البرين بتختلف من حته لحته. بس لو بصينا مثلا دي سيروتونين ريسبتور عندنا نيرف اندنج في مالتيبل سيروتونين ريسبتور سواء بوست سينابتيك او بري سينابتيك، والبري سينابتيك فيه هيتيرو ريسبتور للالفا كمان زي الغير اوتو ريسبتور بتاع السيروتونين. لو بصينا كده هنلاقي عندنا اكتر من 17 تايب اوف سيروتونين ريسبتور، طيب من واحد لغايه سبعه، في كتير منهم لسه مش معروفين، يمكن عندنا اكتر من 17 تايب، كل واحد من التايبس دي تحته سب تايبس، وكل حاجه منها لها افكت بشكل مختلف ولها تاثير بشكل مختلف. لو رابدلي كده لو قلنا ان الادويه اللي بتزود السيروتونين هتعمل ستيميوليشن للريسبتورز، فالريسبتور الرئيسيه اللي احنا بنبقى شايفينها سيروتونين تايب 1A، دي لو عملنا لها اجونست بيعمل بيحسن الانتي ديبريسنت افكت والانكزايتي. ال 2A ديت لو عملت لها اجونست بتزود الانكزايتي وبتعمل انسوميا وارتابيلتي، وعشان كده ديت مع الاس اس ار اي لما العيان بياخد دي في الاول بيحصل له اجيتيشن وارتابيلتي في الاول. وال 2C بتزود الانكزايتي، وال 3 بتعمل نوزيا فومتنج. من هنا لو خدناها كده جاست لايتلي هنلاقي ان السيروتونين ريسبتور كلها وحشه ما عدا ال 1E، هي دي اللي انا عايزها، هي دي الحلوه، الباقي لما بتعمل له ستيميوليشن بتديني نتيجه مش ظريفه. فاي اس اس ار اي بيزود كل السيروتونين ريسبتور مش على واحده بس، وبالتالي بيديك الميزه وبيديك معاها مجموعه من العيوب. الانهبيشن بقى على السيروتونين ريسبتور الثلاثه اللي هم اللي تحت دول اللي هم ال 2A بيبقى انتي سايكوتيك وانكزايتي، ال 2C بيحسن الدوبامين والنورابينفرين سكريشن في البريفرونتال كورتكس، وال 3 بيحسن برضك الجلوتامات والنورابينفرين. ده الميكانيزم بتاع البروكستين وده الميكانيزم بتاع الادوملاتين، ودول من الادويه اللي بتشتغل على ده بس. يبقى انا لو الميزه القويه لو انا محتاج دواء حلو عايز حاجه تعمل لي اجونست للاولاني اللي انا حابه ده اللي بيدي افكت وتقفل دول يقوم يديني الافكت الايجابي ده، وهو ده الميكانيزم بتاع الايه الناس اللي احنا هناخده دلوقتي للحاله ديت. عشان كده هو دواء نقدر نقول ان هو شبه عبقري انه بيحسن بيدي ستيميوليشن اجونست وبيعمل انتاجونست ريسبتور. ده طبعا الافكت بتاع الاي اس السيروتونين ريسبتور على الديفرنت اريا اوف برين، كل حته من اريا برين بيدي افكت مختلف. الدوبامين طبعا عارفين طبعا
كل ميكانيزم وكل اريا. والنور ابينفرين، النور ابينفرين ليه ريسبتور مختلف. ليه في عندنا نور ابينفرين ريسبتور 1 دي بلوكر، البوست سينابتيك بلوكر بتاعها بيدي بوستشر هايبوتيشن وديزنيا وريفلكس. ال2A بلوكر برضه ده بيبقى المسؤول عن الديلي ايجكوليشن اللي بيحصل، بيعمل برايبيز زي الناس اللي زي التريتكو والادويه اللي هي موجود بتشتغل على ده. البري سينابتيك بقى دي من الحاجات المهمه، بري سينابتيك الفا 2 بلوكر. بري سينابتيك دي بتبقى موجوده بري سينابتيك، وفي منها نوعين، في حاجه بتبقى موجوده على النور ادرينرجيك نيرف فايبر، وفي حاجه بتبقى موجوده على السيروتونين نيرف فايبر. اللي موجوده على النور ادرينرجيك بيسموها اوتو ريسبتور، الموجوده على النور ادرينرجيك اوتو لان هي الفا وعلى نفس الريسبتور، تمام على الاوتو. اللي موجوده على السيروتونين بيسموها هيتيرو ريسبتور، هيتيرو ريسبتور لان هي الفا ريسبتور بس موجوده على السيروتونين مش موجوده على الايه النور ادرينرجيك. وظيفه الريسبتور دي هي الفيدباك انهيبيشن، بمعنى ان انا لما اعمل لها ستيميوليشن تقفل الريليز، تقفل الريليز. وبالتالي لو انا عملت لها بلوكج، لو على الاوتو ريسبتور هيزيد الريليز بتاع النور ابينفرين، لو على الهيتيرو ريسبتور وعملت بلوكج هيزيد الريليز بتاع الايه سيروتونين. هو ده الميكانيزم بتاع الناسا اللي هو الميرتازابين اللي هو نور ابينفرين اند سبيسيفيك سيروتونرجيك ريسبتور. سبيسيفيك ليه؟ لان هو ريسبتور معين هو اللي هو شغال عليه، اللي هو اللي احنا عايزينه اللي هو الايجابي بشكل كويس. يبقى هو لما بيعمل الميكانيزم في اكشن بيعمل بلوكج على الالفا 2 نور ادرينرجيك ريسبتور، واحنا قلنا على الاوتو ريسبتور زود نور ابينفرين، على الهيتيرو ريسبتور اللي موجوده على السيروتونين بيزود السيروتونين. البلوكج بتاعت 2A ده هيحسن عن anxiety and depression، وده هيحسن الكوجنيشن، ودي هتحسن الجاستروانتستينال مانيفستيشن والمود، وكلهم بيزودوا النور ابينفرين والدوبامين. البلوكج بقى بتاع الهستامين ده اللي بيعمل السيديشن والاوفر ويت اللي بيحصل مع الدواء. الـ FDA approval عاملاه للميجور ديبريشن، لكن هو بيستخدم طبعا في البانيك ديس اوردر، جنرايزد انكزايتي، والبوست تروماتيك ديس اوردر. الميرتازابين هو البيست اوجمنتيشن فور اول اس اس ار اي اند اس ان ار اي، لانه بيعمل بوتنشيشن للاكشن بتاعهم بشكل كبير جدا وبيدي نتيجه بشكل كبير. لو بصينا مفيش نور مونو امين ري ابتيك انهبيتور، مفيش مونو امين ري ابتيك انهبيتور في اللي هو ما بيشتغلش زي الاس اس ار اي، بيشتغل على انه بيزود السيروتونين والنور ابينفرين، وبيعمل انتاجونست للالفا والهستامين والريسبتور زي ما احنا شرحناها بشكل كبير. هي دي فكره الاوتو ريسبتور، لما هو بيعمل بلوكج للالفا بيزود الريليز بتاع النور ابينفرين زي ما قلناها، ونفس الفكره على الهيتيرو ريسبتور اللي بتبقى موجود. على الريسبتور اللي هي على كيمو ريسبتور تريجر زون، كيمو ريسبتور تريجر زون دي المسؤوله عن الفوميتنج، ودي لما بيعمل لها بلوكج بيقلل موضوع النوزيا والفوميتنج اللي هي فيري كومن مع الاس اس ار اي، وبتبقى مشكله كبيره في كتير من الاوقات، وبالتالي هو بيعتبر كعلاج ليها بشكل كويس جدا كانتاجونست. هو دوت ولا بيعمل اندكشن ولا بيعمل انهبيشن للسيتوكروم انزيم، هو سبستريت لمجموعه من الانزيم سيتوكروم 1A2 وسيتوكروم 2D6 و3A4، هو سبستريت ليه، وبالتالي هو ما بيعملش دراج دراج انتر اكشنز مع الادويه الثانيه، لان هو ما بيعملهاش اندكشن ولا انهبيشن زي الاذر اس اس ار اي والاس ان ار اي اللي ممكن يلخبطوا لك الحسابات. عشان كده اتس جود دراج في كومباينيشن مع الناس اللي بياخدوا بولي ميديكيشن بشكل كبير. طيب هو مشكلته من الحاجات الكويسه جدا فيه ان هو بيعمل انتي ديبريسنت اندوس سيكشوال ديسفانكشن، هو ما بيعملش ده او بيخلي فيه لوور فريكونسي بتاع ده، وكمان الجاستروانتستينال ديستربنس والانسوليا. الفكره الدوز بتاعته في الديبريشن هي المفروض من 15 ل 45، وفي جايد لاينز بتقول ممكن نوصل لغايه 60. الفكره ان احنا كلنا او كتير من اللي بيستخدموه بيستخدموا النص حبايه بس اللي هي 15 مللي، هي دي المفروض هي الستارتنج دوز.
ان ال 15 مللي والمفروض بعد اسبوع بعلق الدوز وبعد كده كل اسبوع بعلق الدوز عشان اوصل للافيكاسي اللي هي البوتنسي بتاعت الدواء نفسه مش بس بقف على جاست سيديشن. وزي ما هنشوف دلوقتي ان هو لما بيتاخد الدواء ولما بيتاخد في الاكشن بتاعه في الانسوميا والانكزايتي بتتحسن مع اول استخدام للدواء، ودي اللي احنا كلنا بنتبسط بيها ان حصل امبروفمنت مع الانسوميا والانكزايتي. بعد كده لما العيان بياخد الدواء وبيمشي عليه فتره الدبريشن بيحصل يتحسن، بس ده بياخد من 2 لـ4 أسابيع، مش كده لازم تويت عشان يوصل للتحسن بشكل كبير. لو ما تحسنش بعد الموضوع ديت لازم اعمل نفس فكره الاوجمنتيشن او ان انا ازود الدوز او اعمل سويتشنج. طيب لو الفكره بتاعنا الايم بتاعنا ايه في عيانين الدبريشن، الايم بتاعنا ان احنا نوصل للريميشن، والريميشن يعني الهاملتون سكيل بتاعي اوف ديبريشن لازم يكون اقل من 7، وعشان توصل لسستيند ريميشن ان انا اوصل اقل من 7 وافضل منتين عليها على الاقل لمده 2 شهر، ده الايم بتاعنا بتاع الديبريشن بتاعنا. طيب في الديبريشن المفروض نعالج قد ايه؟ لو فيرست ايبيسود هعالج سنه، لو سكند ايبيسود في كونترادكتوري، في ناس بتقول عالج سنتين وفي ناس بتقول لك انديفينيت من سكند ايبيسود لان كل ايبيسود الدنيا بتبقى اسوء. لو انكزايتي ديس اوردر ات از تريتمنت انديفينيت فور لايف من الاول، مش زي ما الناس فاهمه ان انكزايتي تبقى حاجه اخف، لا الانكزايتي من الحاجات اللي لو واحد عنده كده يبقى المفروض يمشي على علاج من الاول. طبعا اتس بيست كومبو، اتس بيست كومبو زي بالبطاطس بالشوكولاته بالبيبسي بالحاجات بتاعته كلها، فهو لما بيعمل كومباينيشن مع اي حاجه هو كومبو، هو بصراحه من الحاجات اللي فايده جدا الاس اس ار اي والاس ان ار اي والفيلا فاكسين بالذات اللي نزل عنه بيبر على كاليفورنيا ريكورد وبيتكلم عن ازاي ان هو بيعمل لما بيتاخد معاهم بيعمل بوتنشيشن للاكشن بشكل كبير جدا وبيدي نتيجه فيري بوتنت. الفكره السايد افكت، السايد افكت بتاعته ايه بقى؟ مفيش دواء طبعا ملاك يعني. السايد افكت الاساسي بتاعه الهيستامين 1 ريسبتور انتاجونست بيعمل سيديشن. الهيستامين ريسبتور انتاجونست وكمان السيروتونين 2 سي انتاجونست بيعمل ويت جين. الاثنين دول هم دول المين سايد افكت اللي ممكن نلاقيهم في المرتزابين، واعتقد كلكم ملاحظتوهم لفتره من الفترات. طب نعمل ايه لو تعرضنا لحاجه زي كده او السايد افكت بشكل زي كده؟ اول حاجه في الجايد لاينز بتقول لك ويت ويت ويت، ولو الدنيا بقى بعد كده تعمل سويتشنج. طيب حته ملحوظه بس ان الويت جين دايما بيظهر في الـ6 أسابيع الاولانيين، لو ما ظهرش يبقى مش هيحصل ويت جين. لو العيان ما ظهرلوش في اول 6 أسابيع ويت جين يبقى مش هيحصل، عشان كده دايما فولو اب ان احنا بوزن العيان في الفتره الاولانيه واشوفهم عشان اتاكد. الحاجة التانية هتوقع الويت جين بيجي أكتر في الستات عن الرجالة. الرجالة مش كتير بيزيدوا زي الستات. والستات اللي هي بري مينوبوزال أكتر من الستات البوست مينوبوزال. الستات البوست مينوبوزال زي الراجل ما بيبقاش فيها مشكلة ونسبة الزيادة في الوزن تبقى أقل كتير جدا، ولو رجعتوا المايند بتاعكم إن الناس العواجيز البري بوست مينوبوزال لما بنديهم مش بيتخنوا قوي ولا بيزيدوا قوي، ودي فعلا من الحاجات الكلينيكال اللي احنا بناخدها بشكل كبير جدا. اليوزج بتاعت الدوز زي ما احنا قلنا 15 ولازم تزيد، المشكله ان احنا دايما بنقف عندها وبتعمل حاجه. الحته المهمه ان الزياده مش بتزود السيديشن، لا ده الزياده بتقلل السيديشن، لان كل ما بزود النور اكنفر افكت بتاع بيدي اكتر والهيستامين ريسبتور اوكيبنسي التاثير بتاعها بيبقى اقل، يعني 7.5 مللي منه بيبقى مور سيديتنج عن ال 15 عن ال 30، وبالتالي كل ما ده بيعمل. طب انا لازم اخد بالي وانا بدي اي انتي ديبريسن ان العيان ممكن يقلب بمانيا، فلازم سويتشنج للمانيا، وبالذات لما بتدي ادويه تكون ادويه بوتنت ولو هتدي كومباينيشن. مفيش لسالتي منه هو، لكن كتير مننا لو بيحصل نتيجه ان يكون بيتاخد معاه كومباينيشن اذر دراجز، والاذر دراجز مع الافيكاسي بتاعهم لما بيحصل عالي بيزيد اكتر. التوكسيستي معظمها بتبقى سيديشن وديس اورينتيشن وميموري امبورت. هو على اللونج تيرم سيف، الهابيتويشن مش اكسبكتد، ما بيحصلش منه ادكشن،
واحنا كتير طبعا بنستخدمه في عينين الادمان في الوزدرور وفي حاجات بشكل كبير جدا ما بيحصلش منه ادكشن. لو عايز تبطله لازم تعمل جراديوال وزدرور ان انا بسحبه عشان التعود عليها مش عشان التولرانس والافكت بتاعه. هاف لايف من 20 ل 40. في حتت لازم ناخد بالنا منها ان الناس اللي بياخدوا ترامادول، الناس اللي بياخدوا ترامادول الاس اس ار ايز والاس ان ار اي خطيره جدا معاهم لانه بيعملوا ممكن يدخلوا في سيرتينين سندروم وممكن يزودوا السيزرز وتعمل مشاكل بشكل كبير جدا. وتلاقي عيال بياخد ترامادول وجاي لك وانت مش ما سالتش على الترامادول ولو منتشر بشكل كبير كتبت له اس اس ار اي تلاقي اتصلوا بيك الحق العيان جاله فت والحقيقه جاله سيزر بشكل زي كده. المرتازابين بيبقى جود اوبشن للحالات دي بشكل كبير جدا عن الحاجات الثانيه. سيرتينين سندروم لازم ناخد بالنا مع الماء ولو هو يتاخد مع الماء، وطبعا الحمد لله مش حد بيكتب ماء كتير بس كقاعده الماء ما تديش قبله ولا بعده باسبوعين اي دواء، لازم يكون في وش اوت عشان نبقى ايه فاكرين. في الرينال انسفشنسي لو هو مايلد رينال انسفشنسي بيشنت مايلد رينال انسفشنسي يبقى لازم اخد بالي ان الدوز هقللها بنسبه 30%، لو هي مور سيفير بيبقى 50%. طبعا عيان على الدايلسيس ما بنقلقش منه قوي. الهيباتيك نفس الفكره، لو هو مايلد ممكن نقلل بنسبه 30%. هو كلاس سي زيه في البريجنسي زي كل تقريبا او معظم الانتي ديبريسنت ما عدا حاجات بسيطه اللي هي كلاس دي، وكل الانتي ديبريسنت بتنزل في اللاكتيشن فلازم ناخد بالنا منها. الكونترا انديكيشن في الهايبر سنسيتيفيتي. عشان نجمع ده في نقطتين كده، هو مميزاته ايه ودايما نفتكرها. مميزاته الناس اللي عندهم ديبريشن وما بيحبوش السكشوال سايد افكت، هو فيري افكتيف جدا في الحته دي بيحسن ده وما بيأثرش على السكشوال سايد افكت. الحاجه الثانيه الديبريشن ويز انكزايتي، والانكزايتي مع الديبريشن ممكن توصل ل 66% من الحالات في كومباينيشن وبالتالي من الحاجات المهمه جدا. كاوجمنتيشن هو من الحاجات اللي هي لما اول ما بتنزلها في اوجمنتيشن بيبقى المرتازابين هو افضل من الحاجات الافضل للاذر. كمان ناخد بالنا ان الناس اللي هي بيشن وبياخدوا نون سترويدال انتي انفلاماتوري دراج، الناس اللي بياخدوا نون سترويدال انتي انفلاماتوري دراج ده عندهم سيرتينين ريسبتور تايب 3 بيبقى ستيميوليتد، والستيميوليشن بتاع السيرتينين ريسبتور تايب 3 ده ممكن ياثر على البليدنج، يزود البليدنج من الجاسترو انتستاينال منها والجاسترايتس تزيد، وهو بياخد نون سترويدال فنسبه البليدنج بتبقى عاليه جدا وبتبقى مؤثره جدا. في الوقت ده الافضل لاي حد عنده بليدنج تندنسي او عنده جاسترو انتستاينال مانيفستيشن او بياخد نون سترويدال انتي انفلاماتوري دراج ما تديلوش اس اس ار اي ولا اس ان ار اي. المرتازابين هيبقى افضل ليه؟ لانه بيعمل بلوكج للريسبتور سيرتينين ريسبتور 3 اللي هي بيقلل الجاسترايتس وبيقلل الافكت ده، فدي من النقط اللي لازم برضك ناخد بالنا منها بشكل مهم. تريبتان اي دواء فيه تريبتان زي ادويه الميجرين. ادويه الميجرين برضك من الادويه لو هتدي بلاش تدي اس اس ار اي، اس اس ار اي مع ادويه الميجرين الاثنين مع بعض ممكن يعملوا مشكلة، يبقى نفضل فيها المرتازابين بشكل أفضل. أي المشكلة لو عندي سايتوكروم بي 50 ديت دي أدفانتج، والإيرلي أونست مثله زي ما قلنا إن هو إيرلي أونست عن الأذر. في ستادز بتتكلم بتقول إنه بيحسن الكوجنيشن مع الناس اللي بياخدوا الهالوبريدول، بيحسن الكوجنيشن وبيحسن النيجاتيف سيمتوم وبيبقى افكتيف في الريكرنت جريف ديبريشن. البوتنشال ديس أدفانتج هو ليه وحش او وحشته في ايه؟ الناس اللي خايفه ان وزنها يزيد دي ما بيفضلوش، الناس اللي هي سيديتد او اللي هي ليزي او لو انرجي ما بيفضلوش، والتاثير بتاعه. في كام نقطه كده عايز اقولهم سريعا بس عن استخدامات المرتازابين مش في السايكاتري قوي. في الايتنج ديس اوردر ديت منظمه الورلد فيدريشن سوسايتي اوف بايولوجي سايكاتري اتكلمت عن الايتنج ديس اوردر وعن الافيكاسي بتاع المرتازابين في الانوركسيا نيرفوزا، وكانت بتتكلم على انه من الادويه الافكتيف جدا عشان الويت جين وبتدي تحسين في الامبروفمنت المود كمان. في المانجمنت بتاع السايكوتروبيك انديوزد هايبر بروكتينيميا، السايكوتروبيك انديوزد هايبر بروكتينيميا اليوز بتاع المرتازابين ممكن يساعد انه يقلل
الهايبربلاكتينيميا. وملحوظه ان الهايبربلاكتينيميا بتحصل من انتي سايكوتيك وكمان من انتي ديبريسنت. وطبعا زي الكولميبرامين الانفرادين بتاعنا بيعمل هايبربلاكتينيميا بشكل كبير. بالنسبه للميرتازابين هو اقلهم، وكمان بيقال ان هو بيقلل الهايبربلاكتينيميا ليديوس من السايكوتروبين. في هنا اللي هي الاستاذ دي بتتكلم على النون انتي سايكوتيك دراج امبروفينج كوجنيشن في السكيزوفرينيا. من الادويه دي الميرتازابين كان من الادويه اللي ممكن تحسن الكوجنيشن في البيشنت ويز سكيزوفرينيا. دي الاستاذ بتتكلم على البريزيستنت هيدك وي اسوشيتد ويز كرونيك نوزيا. ديت واحد من نون سايكوتيك خالص وما عندوش اي سايكاتيك ديس اوردر، بس البريزيستنت هيدك واللي معاه نوزيا كان من الميرتازابين، كان من الحاجات الافكتيف فيها جدا وكان مدي نتائج بشكل كويس. الميرتازابين اتس ابروكاينيتكس، يعني بيعمل ايه؟ بيعمل امبروف الجاستريك امبتي اوف لارج انتستين ونوت للسمول انتستين، وبالتالي بيستخدم بشكل كويس قوي في الاريتبل باول سندروم والكولايتس والحاجات دي، وكتير بيستخدموا في ده. في اتنين استادي كده غريبين شويه بس هم موجودين وبيتكلموا بشكل جديد عن ان هو بيعمل ميرتازابين تريتمنت سيشن اوف بروجريشن اوف بروجريسيف مالتي فوكال لوكولايتس والساركيدوزيس بيقللها. والحاجه الثانيه ان هو بيستخدم في الباليتيف تريتمنت في الكانسر طبعا بيشنت عشان بيحسس الابيتايت وبيحسن السليب وبيقلل النوزيا والفومتنج. والاستادي الاخرانيه ديت الميرتازابين بيمنع سبريشن اوف ميتاستاسيس لبعض التيومرز، وبالتالي من الحاجات اللي هي بتدي بروميسنج. هو دواء من الادويه الافكتيف، من الادويه الكويسه اللي ليها استخدامات كتير في الدبريشن، وبدا يبقى ليها استخدامات في حاجات ثانيه في اظهر فيه. عشان كده الكونكلوجن بتاعي ميرتازابين ار بوتنت از بوتنت انتي ديبريسنت ذات بروفايد كومبريهنسيف تريتمنت فور ديبريشن. ميرتازابين از effective in single antidepressant or in combination with other antidepressant. وده العلبة بتاعت الأبريمرتاز والدوز بتاعنا ومخصصناه وسايكل.